لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. رفضت الجزائر السبت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وقالت إن الخطوة ستقود جهود إنهاء الصراع الممتد منذ عقود. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن القرار الأمريكي ليس له أي أثر قانوني لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية. وأضافت الوزارة في بيان أن الإعلان سيقود جهود خفض التصعيد الذي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي. نشكركم على حسن المتابعة.